أعلنت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إضافة 9 كيانات و9 أفراد إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، وأكدت على أن ذلك يأتي في إطار التزامها الثابت والصارم بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله وملاحقة المتورطين فيه. في إطار جهودها لمكافحة التطرف، أضافت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب قائمة جديدة لأفراد وكيانات إرهابية إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، وضمت القائمة 9 أفراد و9 كيانات قطرية وكويتية ويمنية وليبية. وقال بيان صادر عن المملكة والإمارات والبحرين ومصر إن الكيانات والأفراد التي تم إضافتها للقائمة على ارتباط مباشر بالسلطات القطرية. وأوضح البيان أن هذه الكيانات والأفراد أسهمت بدعم تنظيم القاعدة في اليمن ودعم وتمويل مجموعات إرهابية لنشر الفوضى والخراب في ليبيا وسوريا. ودعا البيان الدوحة لاتخاذ خطوات قانونية وعملية لملاحقة الأفراد والكيانات الإرهابية الواردة في هذه القائمة لتأكيد جديتها في نبذ الإرهاب والتطرف. بالطبع، إعلان الدول الأربعة الداعية لمكافحة الإرهاب إعداد قائمة جديدة من 9 كيانات و9 أفراد هو بيؤكد أن هناك أدلة دامغة على تورط قطر في الإرهاب، وأن اتهام هذه الدول لقطر ومطالبتها بوقف دعم الإرهاب ليس من فراغ، وإنما من خلال حقائق ثابتة، خاصة هناك قائمة من قبل تم تصنيف 29 كيانا وأفرادا في منذ شهر ونصف. وأعتقد أن الأمور سوف تكشف أيضا عن مزيد من الأدلة ومزيد من الأشخاص المتورطة في دعم وتمويل الإرهاب. كما أكدت الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أنها ستقوم مع شركائها الدوليين بمراقبة مدى التزام السلطات القطرية بعدم احتضان الإرهابيين ودعم وتمويل الإرهاب والانقطاع عن الترويج لخطاب التطرف والكراهية. أنا لا أتوقع أن يخفض صوت دعم قطر للإرهاب، لأن قطر كما رأينا في خطاب أميرها الشيخ تميم بن حمد قبل أيام كان في قدر كبير من المراوغة، قدر كبير من العناد، قدر كبير من التمسك بالموقف، وحتى يعني يعرض موقفه المطالب بالحوار لكن ضمن شروط. كما أشار بيان الدول الداعية لمكافحة الإرهاب إلى أن الخطوات التي اتخذتها دولة قطر وبالتحديد التوقيع على مذكرة تفاهم لوقف تمويل الإرهاب مع الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال غير كافية في ضوء إصرار السلطات القطرية على دعم وتمويل وإيواء كيانات وجماعات إرهابية. لقناة الإخبارية ياسر نجم.